مشاهدينا ويانا بالاستوديو ضيفنا اليوم واحد من اشهر عاملين التوصيل بالعراق من يعني السوشيال ميديا للتوصيل الطلبات لليوم ويانا بالاستوديو حتى نسالك يا وسام. انا اردت اعرف انت شلون قدرت توفق بين هذا كله وسام؟ اول شيء صح اهلا وسهلا فيك مساء الخير انا استرسلت عليك الله اكرم رمضان كريم شنو والله السؤال؟ لان خبرني من وراء الخوذة وجيت بالملابس وهاي مزين ما دخلني كلها مطر مزين بس على الخوذة بس يعني اتنفس شوي الله يساعدكم الله يساعدكم والله اريدك اني افهم بس الفكرة انه انت شلون اجى ببالك التيك توك والسوشيال ميديا وشلون دمجتها بحيث انه تدعم عملك الدليفري والطلبات والتوصيل؟ والله الصراحه شوف اي واحد يقدر يبدع بمجال شغله مثلا كاعلامي او كشيف او فد شيء انا جبالي خلي اصور شلون راح يصير بيني وبين الزبون وهاي الشغلات. اول فيديوهات نشرتها ما شاء الله اخذت فد شيء يعني انا اول ثلاث فيديوهات يمكن ثالث فيديو 5 مليون مشاهد قلت شنو هاي ما شاء الله خلي اكمل استمريت بهذا الشيء الحمد لله. وهذا يعتبر يعني محتوى انت وصاحب محتوى مختلف يعني هسه مثلا المحتوى الهادف صاروا هواي عندهم محتوى هادف محتوى سيء هواي صار اكو عندهم محتوى سيء فانت قدمت شيء يمكن ما حد مقدمه مضبوط زين انا حابه اسالك على معاناتكم بالمطر يعني انا والبنات قبل شويه كنا نحكي من اكو مطر انقهر انه اخابر واطلب دليفري اقول هذا شلون يجي خطيه بالمطر هاي انت الباقيات مدمراتنا والله العظيم وقت المطر يتذكرن يريد يطلبون ما يطبخن وقت المطر اوكي نندوم ايش المهم على هذا مو مصدر رزقكم يعني المفروض اذا احنا ما نطلب او ما نشجع زين ليش من ماكو مطر ما تطلبون؟ انا اطلب كل وقت لا مو هو شوف من ماكو مطر الجو حلو فنطلع برا بالضبط هو وقت المطر ما حد يقدر يطلع برا شو يسوون؟ يخابرونا بس عادي لا والله احنا بس من باب يعني الشقة والهذا يعني هو شغل بعد صراحة لا والله انقهر والله لا لا عادي والله خليج ما يسول علي عليكم ويجي كلش انقهر بالعكس لا والله ما اطلب يعني لا واحنا مرتبين امورنا بدلات واسان قبل شوي لبيتها برا وشوف حتى هاي كلها طبعا عاشت ايدك انت على قولة امي تقول لي فوت خالي مو غالي وانت فايت يعني ضيف وجايب وياك هاي ما ادري تدرين ليش جبتها؟ هذا افتحها يلا نحب نسمع الحزورة احنا راح نحزرك بنهاية الحوار انا شفتها قبل الهذا وشنو رأيك؟ يا الله قسم بالله لا لها ما ادري وكل شيء ما جاب بالي الحزورة يعني سمعتها عبالي شفت الجواب لا ما لا 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 ودي بروح اصلا زينة خطية لا انتم ما تعرفوها؟ لا والله ما لا ما نعرفها ما حد بينا يعرف رشوة شيء والله طيب ابد شوف احنا بقناتنا هنا ممنوع كل شيء الشيء اللي ما حد يعرفه ما حد يعرفه ما عندنا يعني استثناءات يعني ما بها هذا العد راح ارجع ماكو بس المخرج يمكن عندنا يعرف الاجابة طبعا استاذ كوفان يعني يقال انه بس انت تعرف الاجابه فبعد ما اعرف شلون ممكن نحصلها من عندك بطل موضوعي وسام انا حابه اعرف الصعوبات اللي تواجهها الصعوبات الفعليه اللي واجهتها ببدايه يعني عملك انت اختاريت عملك من بعدين اختاريت السوشيال ميديا صح؟ صح شنو بالضبط. ابرز الصعوبات اللي واجهتها؟ والله تريدين الصعوبات الاكثر شيء يعني شغله الحوادث وما حوادث اي شغله المرور بس هالايام مخففين علينا الحمد لله شغله الناس اللي تطلب وطريقه التعامل هسه قبل شوي حكينا عن نعم. يعني المهن البسيطه عن عاملين النظافه طريقه تعامل الناس وياهم والمجتمع فهذه همينة كنت تعاني منها بالبدايه بالضبط بالضبط التعامل بالضبط اكو هوايه يعني اكو ناس زينه اكو ناس مو زينه يعني ما تقدر تقولين العالم كله صح صحيح اكيد فاكو ناس مثلا يعني مرات يخابرون نروح نوصل يطلع ماكو شيء يعني اذا بالضبط اذا شايفين اكو مقاطع فيديو مثلا اكو شخص واحد هاي ما صارت هنا صارت ببغداد طلب تقريبا اكثر من 15 طلب فكلهم تكوموا بمكان واحد فواحد يقول له وين الرقم من الطالب طلع هو واحد شخص واحد نفسه فهاي هم تعتبر شنو المتعب رايك بهذا الموضوع ليش يعني شنو فكر وهيش تصرف ما ادري يمكن يعتبره ما اعرف ما بيها متعه ولا بيها شيء شنو الغايه منها ما يخاف الله والله هيك شخص انا اشوفه ما يخاف الله نعم. يعني هذا صدق يعني كوما رايحين وفواتير هذه على اصحاب المحلات صح واهل الدليفري قاطعين الطريق شنو ذنبهم هذول مضبوط والله زين انت تشوف بالفتره الاخيره زاد معدل الطلب على يعني الاكل من برا الدليفري هذا كريته شنو اسبابه برايك والله سيدين الصحيح اي احكي لي الصحيح انت ما تطبخن والله انا اطبخ بعليك بي هاي انت بصوره عامه انا بالصبح اللي اطبخه هم اطلب عادي تحبون بس من برا
بس لا والله هو الواحد لازم يغير صراحه. بس شلون بطل حتى تتبطل بعد؟ لا لا بالعكس، واحنا رزقنا وين؟ هو اذا ما تطلبون احنا نقعد بس هيك يعني. لا عادي، لا والله الواحد هنا كثره المطاعم ما شاء الله صارت هوايه، والواحد يحب يغير شويه. اي لا طبعا بيت طبخ بيت همه ترهم شويه يعني، واحد يمل يعني. يعني واحد صار عمر يطبخ اذا مره مرتين بالاسبوع. لا والله مو مره مرتين، مره بالاسبوع حلو وحده تطبخ خاصه زينه ما عليها، مره بالاسبوع يجوز تطبخ. اي اكو بيوت ما يطبخون بس مرقة شجر ما اعرف اكيد يعني. طبعا يحبوها ما ادري ليش، مع العلم هي ما ادري اللي اخترعها منه ما ادري. طيب احكي لنا اكثر على التيك توك. التيك توك الفيديوهات اللي تصورها، الفيديوهات أكو شخص همينه وياك يظهر بالفيديوهات. صح هو قاعد هنا اكثر على هاي الريفه اللي موجود هنا. عفوا اللي شفته هو نفسه هو بالصوت، هو نفسه 500 بالضبط 500. شوفي اكو فيديوهات بالضبط، اكو فيديوهات انا ما اقدر اصورها ويا الزبون او ما تصح لي الفرصه، فايش اسوي؟ ارجع احكي لها هو يطبقها تماما ويجيبها احلى من ذاك الشخص. تمثيل يعني؟ اكو تمثيل اللي صوت محمد بيها هاي انا ما قادر اصورها فاخلي محمد يمثلها، الباقيات لا اكو لي مقاطع هوايه مضبوطه. شلون اجتك هاي الفكره؟ شنو الغايه من الموضوع؟ والله ما ادري شو هيك فجاه نشرت اول فيديو شو صعد قلت خل استمر لازم. زين انت شنو تحب بالمستقبل انه تطور شغلك لو شنو اللي تتمناه لنفسك؟ مطعم ان شاء الله افتح. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، دام انت عندك الطموح انا واثقه ان شاء الله انك تقدر تسوي ان شاء الله. ان شاء الله. زين انت متفتح المطعم وسام يعني مقرر تقعد بالمطعم ولا تبقى انت؟ لا لا ابقى دليفري. والله يعافي عليك والله لانه يحبه. اي يعني انا اشوف هذا يعني انجاز، اعتبره شخص اللي يتمكن او يصير عنده فلوس ويفتح مشروع ويبقى هو بنفس مهنته. وشغلة ثانية أبو الدليفري ما يقدر يغير مهنته، لأن شلون الطير يظل يفتر. يعني أنت تحب فكرة الماطور كونسبت بالضبط ما أقدر أعوفها. مثلاً الكابتن الصالة والهذا لا خلاص محصور بالمطعم، فأتعلم على الوضعية. أنا إذا أقعد بالمطعم مثلاً نص ساعة ساعة أضوج، إذا ماكو شغل لازم أطلع أفتر أشوف شوكو وهيك، فتعلمنا يعني الما ما بيها. كم سنة صار لك أنت بالهذه؟ تقريبا 6 سنوات. ما شاء الله 6 سنوات. زين خلال هذه الست سنوات احنا بس هم ما يصير نحكي بس من جانب، صح. نحكي من جانب الثاني همين، مثل ما اكو ناس معاملتهم سيئة، اكو ناس دائما تروح لهم للبيت ما عندهم يرجعون الباقي وانت تحير وهواي تفاصيل. زين الجانب الآخر اللي هي اللي يسوقون المطارات نفسهم، سواء يوصل اكل او يوصل حاجه او اي شيء كان، مرات يكونون كلش متهورين. صح. مرات سياقتهم ابدا يعني عجيبه غريبه بصراحه. صح. ومرات هم همين نفسهم تعاملهم سيء، فانت شنو طبعا انت لو ملاحظه يعني انا منزل فيديوهات عليهم هوايه، خاصه جماعه اذا تعرفوه الاكزوز هو هذا اللي يطلع الصوت مال المطار. صحيح. فاني يعني ما ادري وين المتعه بالموضوع، من هو هذا ترى يجي من البلاد ما بي صوت، يروحون هم يحوروه يخلوا له بي صوت. ما اعرف يعني انا الفكره من الموضوع الحلو بالموضوع شنو ما ادري يعني. انا كل دراجه اشتريها اصلا ما اخليها على البلاد، اروح اجيب كاتم اكثر. نعم انت تعرف بالمجمعات ممنوع خلال الساعه 11 يبدي ممنوع يدخلون عمال الدليفري، لانه يقول لك مزعجين للناس حقهم، صوت المطار يصير مزعج حقهم والله. بس بعضهم يتعمدون يعني يفوتون بين السيارات مضبوط. حتى مرات يعني اسلوبهم ما يكون حلو، يعني تحس يكسر على السياره بحيث واحد يتوتر من دي يسوق، ما يحس اكو انسيابيه، لا يلتزمون بالاشارات الضوئيه يعني مضبوط. هواي اكو تفاصيل يكونوا مزعجين بالشارع. والله صحيح وحقهم، وبس شو تسوي هذا بعد، هو ماكو كل الانسان يعني الناس زينه واكو ناس لا اكيد طبعا. زين هي بس ناس زينه وناس مو زينه لو هم بيها مهاره يعني السياقه والتعامل هنا. لا ما دخل، هو ما دخل. صاحب دليفري هو مو ما يشتغل سباق او فد شيء، ما له دخل بالموضوع. زين انا حاب اعرف على الفيديوهات اللي انت تسويها، اكو واحد من الفيديوهات تابعته عندك دليفري وتوصيل صار الى المقبره. نعم. هذا حقيقي ولا انت؟ لا لا هذا تمثيل. تمثيل تمثيل. طمنتني لانه اردت اعرف هل من المعقول الناس قاعده بالمقبره وتوصي دليفري؟ لا لا تمثيل. بس انا تدرين شنو؟ انا قبل فتره اجاني طلب للمقبره نفس الشيء، فحكيت وياه كان يقول لي انا جوا تفضل فوت، طلع ناصب علي عفت الطلب ورجعت والله العظيم. يعني هوايه ناس هيك. ايه ايه. بس شوف وسام خلينا نكون صريحين اكثر. عفوا بعض يعني الدليفري او التوصيل طريقه تعاملهم مو حلوه ويا الزبون،
للأسف. يعني هو يقول لك الخير يخير والشر يعني. صح. فأكو بيهم خلونا طريقة تعاملنا تكون مختلفة ويا أبو الدليفري، أسلوبه يحسسني وكأنه هو اللي جايب لي الطلب، هو اللي دافع لي الحساب، هو أبو المنية، مو أنه هو توصيل جاي يساعدني وجاي أساعده. والله هاي تعتمد هو بكل من وتربيته وأخلاقه على الشخص، ما له دخل لا شركة، ولا قوانين. أتكون قوانين ملزمين بها طبعا الشركات. إيه بس أكو مثلا دليفري المطعم وغيره، لا ماكو قوانين يعني. نعم. بس ابو الشركه تختلف. نعم. زين وسام، هسه احنا حكينا على هواي سلبيات، ما في يوم مثلا صار عندك فد موقف حلو يا اهل بيت عاملوك حلو وقدموا لك مي؟ اكو هوايه. احكي لنا فد قصه حلوه حتى نظهر الجانب الايجابي. تمام، اكو شخص عادي اقول هو قوميته شنو؟ لا من يعني شيء ايجابي فول. عراقي شخص يقول. عراقي. نعم. هو كبير بالعمر. يا مطعم يريد يطلب من عنده ما يخابر المطعم، يدق علي يقول لي روح جيب لي من فلان مطعم. نعم. وهو بيته قريب على هذا المطعم، حتى شنو ينطيني بخشيش اكثر. اقول له ليش؟ قسما بالله العظيم. يقول لي انا حتى بالصلاه ادعي لك. يعني هو زلمه كبير. هم زين ما ذكرت اسمه، حتى الصدقه ما تروح. بالضبط. والله. فاكو هواي شغلات ايجابيه، واكو مريه كبيره بالعمر هم ماتينه، كل ما اروح لها تحضر لي نستل وعصير. يعني ايه الله يحفظها. لا لا اكو هواية ايجابيات بهاي الشغلة. يعني معناته كل شيء بجانبين، سلبي وايجابي. صح. من الناحيتين اكو ناس هيك و... صح. بس ناس الايجابيات هيك. اكثر الايجابيات اكثر. الايجابيات اكثر. انا اول شيء اريد اعرف من عندك يعني قبل ما تقول الكلام الخاص بك. نعم. او المعروف بي انت في فيديوهاتك، اريد توجه رساله للشباب العاطلين عن العمل اليوم، واللي يقول لك والله ماكو شغل وماكو فرص وما نعرف ايش نشتغل. اي شخص قاعد بالبيت ما راح يجي الشغل ليمه ويقول له تعال اطلع برا، تعال انا راح اعطيك فلوس. ما بيها مجال. لازم يطلع ويفتر ويشوف شنو الموضوع حتى يشتغل، يعني ما بيها مجال. اذا ما يطلع بالضبط شغلته قاعد بالبيت ويقول والله. وخاصه شو يسوي؟ تلقونه مثلا عنت. اروح لقيت وظيفه راح اشوفها عنت، هذا كله ما يوكل خبز. تريد تاكل خبز اطلع برا افتر. صح. دور مطاعم، دور شيء. فهيك اجرب احاول. نعم. افشل مره مرتين، اتعلم من الفشل مالتي. لازم هيك الشغل. وماكو شيء عيب نبدي من الصفر بالنهايه. اكو صح. اكو اصحاب همين شهادات ومهن وما يلقون وظائف ودا يبدون من الشغلات البسيطه. ارقى مطاعم ما اريد اذكر اسمها، ارقى مطاعم بالعراق اذا تروحون عليها وتسالونها تلقونها كان مفتح بسطيه. صح. كلش صحيح. واكو مطعم ما اريد هم اذكر اسمه، يعني البسطيه مالته حاطها بالمطعم. مو يتفائل بيها، يقول لك هاي البركه. ومطعم كبير عندي ما شاء الله. انا اريد اعرف، مو اريد اعرف، انا اعرفهم تابع الفيديوهات مالتك. المشاهدين خلي يسمعون الجمله الشهيره مالتك اللي دائما تقولها بالفيديوهات. يا جمله ما في جمله شهيره قلتها بالفيديو هسه. شنو هي الجمله؟ يا مال ان هوايه احرجتني، ما اعرف الكلمه شنو. لا تطلبون هاي الاعداد طلبوا من عندنا. ما لا تطلبون وقت المطار. طريقه لا تطلبون. شنو قلت اخر فيديو؟ ولا لا تطلبون وقت المطار. هي هاي لو شنو؟ كيفك انت قول لنا فجمله للجمهور. ولا 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 ربعنا لا تطلبون وقت المطار. نسوان ما شاء الله عليك. هذا اطلبوا. انت وجه جمله للجمهور. ها هي كابرتك، وجه لهم جمله. والله اني هواي سعيد بتفاعلكم وهذا. وطبعا ما حكيت على قناه دجله، انتم من اكثر القنوات تنشرون الشغلات الايجابيه ودائما متفائلين، فاني اشكركم هوايه على هاي طريقه تقديمكم. وش تسلم يا رب. ما شاء الله عليك، يعني ثابر وناجح وتستحق المكان، تستحق الافضل اكيد. انا خليني احزرك الحزور، عسى ولعل تكون ال 200 الف دينار عراقي من نصيبك. الحزوره تقول سوادين براسي وبوجهي امك سواد، مو كلي اسود دائما ولا دائما براسي سواد، وحتى عسكريه ما فوت لي الرجليه فلا فوت. منو اني؟ هو منو؟ هو موجود. ما عرفت جو؟ لا هو بس انا ما اعرفه. لا والله شكرا لك. العفو. شكرا لك، نورتنا بوجودك. اهلا وسهلا. تسلم.